هذا الصباح الماطر في هذا المناخ الشتوي أتوجه بالشكر الجزيل لجميع الحاضرين والحاضرات على حضورهم رغم هذا الطقس العاصف، فجزاكم الله عليه وأسأل الله التوفيق لي وللسادة والقامات العلمية الموجودة أمامنا. أولا لا يفوتنا أن نستمطر شبابا يقتص من هذا العنوان الغاشم. في البدء أنا أحمد المرابط الزيداني مستشار قانوني وباحث ومستشار صرف في إدارة التدريب المعهد العالي للقضاء ومدافع عن حقوق. ما جعلني أقبل هذه الدعوة أن هناك ارتباطا وثيقا بين الحق في الصحة وفقا للتشريعات الوطنية وفقا لالتزامات ليبيا الدولية ومنها المستشفيات في أكاديمية الدراسة العالية هي الدكتور صالح إبراهيم ببارك في عمره، وساعدت الدكتورة مهيبة في تأسيس قسم إدارة المستشفيات في جامعة الرفاق، وعجبني في الموضوع أني في المرتين لقيت ناس مقتنعين بفكرة ودعموها حتى تأسست وما زال مستمرين فيها، وعجبني في جامعة الرفاق إصرار الدكتورة مهيبة صراحة مش الجامعة ككل، فإصرار الدكتورة مهيبة أنها تدعم هذا القسم. يعني زمان احنا لما جينا كان عدد الطلبة شوية معناتها، وهي دعمات وقالت حنستمر به حتى ينجح ويطلع. واليوم أنا سعيد جدا بإني كنت حتى واحد من أول طالبة تخرجت في القسم معاكم. قرارات من أمريكا، أستاذ متعاون بمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريبية بوزارة الصحة وغيرها، عميد سابق ومدير لإدارة الجو.